السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. وزالت اصداء المكالمه اللي حصلت ما بين زيلينسكي وترامب. فاكرين لما قلت لحضراتكم ان زيلينسكي راح جاري على طول على ترامب وعمل معاه مكالمه من 25 دقيقه؟ هو كل اللي قالوه ان انا عملت 25 دقيقه مكالمه وما اتكلمش. ولكن النهارده الواشنطن بوست والاكسيوس طلعوا بقى التفاصيل الدقيقه اللي حصلت في ال 25 دقيقه ديت. حقيقة ان المكالمة دي حسب الاكسس ان المكالمة دي ما كانتش فقط ما بين زيلينسكي وما بين ترامب. المفترض حضراتكم عارفين ان زيلينسكي اول ما كسب ترامب، رغم ان هو متخوف منه لحد دلوقتي، ولكن اول ما كسب ترامب زيلينسكي راح على طول متصل بيه. فقال لك الحقيقة المكالمة دي ما كانش بس فيها زيلينسكي ولا ترامب، امال كان مين فيها؟ قال لك كمان ايلون ماسك كان داخل في المكالمة. فانا اول ما قريت الكلمة كده افتكرت المشهد بتاع الفنان عبد المنعم ابراهيم في فيلم اشاعه حب، لما كان بيقلد الفنانه هند رستم وبيقول له ايوه يا سونا يا حبيبي. فحسيت بصراحه ان زيلينسكي عامل نفس، اكتشفت بقى حاجه، الواقعه مش كده خالص. لا، الموضوع اصلا مش ان ترامب راح مدخل عمل كونفرنس كول كده ودخل ايلون ماسك، لا، هو كان اصلا ترامب في المنتجع بتاعه في فلوريدا، وواضح ان ايلون ماسك حسب الكلام ان هو كان معاه بالصدفه، كانوا قاعدين مع بعض. فالتليفون بقى تخيلوا، يعني التليفون جات كده المكالمه، ترامب بيرد ايوه مين، لقى زيلينسكي فبيتكلم معاه، فترامب قاعد قدامه ايلون ماسك. فتخيلوا بقى ترامب بيقول لايلون ماسك ها تخيل مين اللي معايا على التليفون. فايلون ماسك بقى بيقول له مين، قال له زيلينسكي. فهو انا مش بتكلم يا جماعه، مش بهزر على فكره، اللي انا بقوله لحضراتكم ده ان اصلا المفروض المكالمه دي مكالمه رسميه ما بين رئيس دوله اوكرانيا وما بين الرئيس الجديد الى امريكا. فترامب قاعد معاه ايلون ماسك. ايلون ماسك مرشح ان هو يبقى دور مستشاري في الحكومه الجديده وهيبقى مستشار، وايلون ماسك واقف مع ترامب وقفه رجاله فعلا، ودفع له 180 مليون دولار، مديله نقطه جامده جدا بصراحه ما حدش بيعملها في اي مناسبه. ولكن في نفس الوقت فترامب بيقول الكلام ده حسب بقى اللي اتقال في الاكسيوس، ترامب بيقول زيلينسكي ايه، على فكره في واحد حبيبي بقى انما عاوز يكلمك. فزيلينسكي مين اللي انت عاوز تكلمني؟ عمو ترامب، عمك اللي مدينك ومخلي كل شركة الاتصالات وهو اللي بيدفع لك فواتير الاتصالات. فراح ترامب منادي على ايلون ماسك، قال له خد كلم. فايلون ماسك ماسك التليفون، الو ازيك عامل ايه يا زيلينسكي. فزيلينسكي بيقول له، يعني حسب بقى الكلام، ان زيلينسكي اضطر ان هو يقول له ايوه اهلا وسهلا مين معايا، فقال له انا ماسك. فزيلينسكي اهلا يا ماسك، ازيك عامل ايه، انا عارف ان انت كمان ليك جمايل عليا، وبشكرك جدا جدا على الاقمار الصناعيه وستار لينك. فايلون ماسك هو اتكلم معاه وقال له على فكره ما تقلقش، ما فيش شكر على واجب، احنا برضو بنعزك وما فيش اي حاجه، وخد بالك انا هجيب لك برضو شويه محطات ستار لينك عندك، يلا خد ترامب معاك اهو. وقال لك راح ايلون ماسك راح واخد بعضه وادى سماعه التليفون الى ترامب، وراح واخد بعضه ايه وطلع للاوضه، قال له بقى ايه عشان اسيبكم تتكلموا مع بعض بقى، عشان في مواضيع خاصه برضو ما احبش ابقى ناطط معاكم بالبرشوت. معلش مش بقفل السكه في وش زيلينسكي، انا بس بقول لحضراتكم يعني التليفون برضو، يعني بصراحه التليفون ده مش، انا لما قريت المقال بجد انا كنت مندهش جدا ان الوضع وصل للدرجه دي، وصل ان انا مش بهزر على فكره، اللي حصل ده هو اللي حصل بالظبط في المكالمه اللي ما بينهم، ان ترامب تاني كده حضراتكم تخيلوا بدون بقى ما اعمل سماعات، تخيلوا ان ترامب قاعد وايلون ماسك قاعد معاه فبيقول له خد كلم، فايلون ماسك بيتكلم معاه. فحتى حسب الواشنطن بوست قالوا ان لما ايلون ماسك بيقول لزيلينسكي انا هدي لك محطات ستار لينك تانيه، قالوا ده هو كان بيمزح معاه، يعني مش هيديله ستار لينك تاني خلاص، لان ستار لينك كمان ابتدت تفقد الزخم، لان هو ابتدوا يكتشفوا ان بالفعل في روسيا الروس نفسهم كمان بقوا بيستخدموا محطات ستار لينك. قال لك دي بقى قلت لحضراتكم الموضوع ده قبل كده عن طريق سوق سوداء، موردين وناس بيشتروها من اوروبا وبتدخل على روسيا بشكل غير مباشر. المهم ان النهارده ده كان بيثبت حاجه، ان ترامب
لا ينظر إلى زيلينسكي على إنه رئيس دولة، ولا ينظر إلى المكالمة اللي ما بينه وما بين زيلينسكي على إنها مكالمة لها طابع دبلوماسي أو لها طابع الزخم. أنا معاك إن إيلون ماسك ما هوش واحد من الشارع، لا، ده واحد هو يعتبر أصبح النهاردة شخصية مهمة ومؤثرة ومحورية بالنسبة لحملة ترامب وبالنسبة لدور الحكومة اللي جاية، وإن هو ماشي أنا معاك في كده، ولكنه برضو لحد دلوقتي هو ليس بالشكل الرسمي. فكون إن هو بيدخله مع في المكالمة مع زيلينسكي وهو اتكلم في التليفون، وأصلا الموضوع ما كانش مترتب، يعني لا ترامب عارف إن زيلينسكي هيكلمه ولا برضو إيلون ماسك عارف اللي هيحصل، فهم قاعدين مع بعض كده، خد كلم في التليفون. واعتقد ان الموقف ده ما بين كل الرؤساء والزعماء اللي في العالم اللي اتصلوا بترامب ما حصلش الموقف ده غير مع زيلينسكي، وده ان كان بينوم على حاجه. حضراتكم عارفين ان ترامب لا ينظر الى زيلينسكي على انه رئيس، وعلى فكره بقول لحضراتكم بصراحه ايضا الشعوب الاخرى نفس الشيء، ولكن كل الامر بتوع اوروبا ما بيقولوش كده على العلن علشان زيلينسكي هو بينفذ المطلوب، واقف حاصد اعمل كده حاضر اعمل كده حاضر. فالموقف ده بغض النظر عن حاجة، فده بيبين لنا المؤشرات اللي جاية ما هي نظرة ترامب الى زيلينسكي، رغم انهم قالوا على فكرة في المقال سواء من الواشنطن بوست او من الاكسيوس ان المكالمة كانت مطمئنة بالنسبة لزيلينسكي. يعني هو زيلين، يعني رغم على فكرة اقول لكم على حاجة، هو زيلينسكي قال ان المكالمة كانت مطمئنة، وفي نفس الوقت قالوا انهم ما تناولوش اي حاجه من المساعدات خالص، يعني ترامب ما قالوش انا هدي لك اسلحه ولا قال له اي حاجه. بس هو زيلينسكي بقى تقدروا تقولوا ايه، ان ترامب اتكلم معاه بشكل ودي، صوته كان فيه دفء معاه ما تعرفوش. المهم زيلينسكي خلص المكالمه وقال المكالمه كانت مطمئنه، انا مش قادر افهم بصراحه، بس عموما هو ده ما تم نقله. وبمناسبه زيلينسكي وخوف بايدن عليه، النهارده عندنا CNN بتتكلم في خبر تاني مهم جدا، وهو ان بايدن اقدم على حاجة لاول مرة تحصل من الحرب الروسية الاوكرانية. حضراتكم عارفين الاسلحة الامريكية، الاسلحة دي بتروح الى اوكرانيا، فكانت دايما ادارة بايدن حريصة كل الحرص على ان كل الخبراء اللي هم الخاصين بالفنيين والخبراء الصيانة ما يدخلوش الاراضي الاوكرانية، علشان بايدن دايما شايف ان هو مش عايز يبين قدام روسيا ان هو بيدخل في الحرب ديت، يعني هو مش عايز يبين للروس ان امريكا منخرطة في الاراضي الاوكرانية او انها بتتدخل. فاذا كان عندنا بقى سواء الدبابات سواء انظمة باتريوت، لما جت الطائرات F-16 بالذات الطائرات F-16 محتاجة صيانة، فبالتالي كانوا بيعملوا ايه، بيقوموا مودينها على بلد مجاورة والفريق الامريكي ينزل على البلد دي، يودوها على بولندا، يودوها على رومانيا، يودوها على اي بلدة، المهم خاصة بولندا، والامريكان يروحوا. ولكن النهاردة بايدن لاول مرة يعمل الخطوة دي، ان هو يوافق بسماح الجنود او الفنيين الامريكان ان هم يدخلوا الاراضي الاوكرانية ويعملوا اعمال الصيانة دي بنفسهم. قالك لان الموضوع ده بياخد وقت، هو فعلا انك انت تاخد بقى منظومة الباتريوت تفكها وتركيبها، ده اساسا اي منظومة ايا كانت معدات العسكرية بتبقى رزلة جدا، فعشان بقى تفكها وتركبها في بلد تانية او تشتغل صيانة وترجع تاني تركبها، موال بقى وعليها ضمان 3 سنين، انت عارف لو فكيت الحاجة ضمانها هيروح منك. فالمهم بايدن هيقوله فين شهادة الضمان، انت كده فكيتها ملناش دخل، فما ينفعش. فهم اضطروا ان هم قالوا احنا هنودي الفنيين بتوعنا في الاراضي الاوكرانية نفسها. فانا بعتبر ان ده حاجة من الاتنين، يا اما ان بايدن قلقان جدا جدا ان ترامب ما يوديش الفريق ده ولا يودي اصلا اي فرق صيانة تاني الى اوكرانيا علشان يضغط على زيلينسكي بوقف الحرب، او ان بايدن بيعمل خطوة تصعيدية للحرب امام الروس علشان يسيبها للامريكان ويسيبها لترامب قبل ما يمشي وهي مشتعلة على الاخر. ما ممكن يكون بايدن النهاردة بيفكر في حاجة، قالك ان الاوضاع ما بيننا وما بين الروس هي مش في حرب مباشرة، ولكن احنا ما بيننا مشاحنات، فانا هعمل ايه علشان ترامب ما يرجعش الحياة بشكل سلام والحرب تقف؟ خلاص
انا حسبها له وفي مشحنات عسكريه ما بيننا وما بين الروس، فبالتالي يلجأ بايدن الى خطوات تصعيديه علشان لما يجي ترامب يبقى الدنيا فيها مشحنات جامده، يبقى ترامب بالتالي قدام الرأي العام في امريكا ما يعملش عمليه السلام، هيبقى بالنسبه للامريكان هو خايف من الروس. ده وارد. طب ايه بقى اللي هيحدد لنا الخطوه بتاعه بايدن دي هي عباره عن تصعيد للروس اكتر ولا عمليه بس ملاحقه علشان بيحاول يسابق الزمن ويخلي الفرق الصيانه دي تروح قبل ما ترامب يمسك؟ هو خطوه الصواريخ في العمق الروسي. لو بايدن في الفترة اللي جاية ادى الضوء الاخضر في خلال الشهرين اللي جايين دول، ادى الضوء الاخضر لزيلينسكي ان هو يضرب بالصواريخ الغربية في العمق الروسي، هيبقى باين قوي ان بايدن بيتعمد ياخد خطوات تصعيدية. ده حضراتكم اهم خبرين في الحرب الروسية الاوكرانية النهاردة. اتمنى المعلومات البسيطة دي تكون نالت اعجاب حضراتكم، وبشكركم جدا جدا على المشاهدة. سلام عليكم. We'll be right back.